اهلا بكم. انتوا تعرفوا ان الامراض اللي بيصاب بها ابن ادم بتكون بسبب نظره من الجن، ولذلك بعض الشياطين بتكون حسده بتحسد ابن ادم على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه اياها. ولذلك انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون وهبك قدر جديد جدا من الجمال، فجاه الجمال اللي موجود عندك ده تشوه تماما واصبح وجهك يميل للسواد بعد ما كان وجهك ابيض وبيشع نور، واللي ينظر لوجهك يشمئز منه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون حباك بشعر طويل جدا، فجاه اصبح شعرك يتساقط بالخصلات، وتذهب لطبيب عشان تشوف ايه مشكلة بشرتك وايه مشكلة شعرك، وتكتشف ان ما عندكش اي حاجة نهائيا، ويكون ده بسبب نظرة من الجن. وعلى فكرة انت لو رجعت كتب الاحاديث وكتب الاثار هتجد ان فعلا الشياطين بتكون حسدة لابن ادم، بتحسد ابن ادم على جماله، بتحسد ابن ادم على ماله، بتحسد ابن ادم على اولاده، وبتحسده على صحته. ولذلك يسموا نظرة الجن او حسد الجن سفعة، والسفعة دي هي ضربة اشد من اسنة الرماح. ولذلك في حديث بيرويه الامام الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها نظرة. يقول إبراهيم الحربي عليه رحمة الله المقصود بالسفعة هو السواد اللي بيكون في الوجه، ومنه السواد اللي بيكون في سنم الفرس. وقال الأصمعي المقصود بالسفعة الحمار الذي يعلوه السواد. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون وهبك جمال شديد جدا، وفجأة تبص تلاقي وجهك اتحول للون الأسود بعد ما كان وجهك أبيض وبيشع منه النور، ويكون السبب في الحاجة دي هي نظرة الجن. ولذلك سبحان الله دايما الشياطين بتحسد ابن آدم على كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها إياه. فلازم انك انت تحصن نفسك بالأثقال للضرورة، وتستمع للرقية الشرعية، وتعرف ان لا ربما ان يكون التعب والوهن والتساقط اللي بيحصل في شعرك، والألام اللي بتحصل أسفل الظهر، والجسد اللي بيكون جميل وفجأة أصبح سمين وما فيش حد متقبله، كل ده ربما ان هو يكون بسبب نظرة الجن. فالجن عندهم شهوات وعندهم ميول ورغبات، زي ما احنا بالظبط عندنا الشهوات وعندنا الميول والرغبات. فممكن الشيطان ينظر لوجهك وينظر للنور اللي موجود في بشرتك فيحسدك عليها، وممكن ينظر لجمال شعرك فيحسدك على شعرك، وممكن ينظر لجمال جسدك فيحسدك على جمال جسدك فتتشوهي تماما. لذلك كل انسان يجب ان هو يحصن نفسه بالاثقال للضرورة، وتقدر انك انت تراجع الى حديث وتعرف معنى ايه كلمة سفعة اللي هي نظرة الجن. فعين الجن بتكون سامة وحرة أشد من عين الإنس. ولذلك أنصح كل إنسان أن هو يحصن نفسه بالأثقال للضرورة في الصباح والمساء. ولو أنت وشك كان منور وفجأة أصبح وشك يميل للسواد، أعرف أن دي سفعة، والسفعة المقصود بها نظرة أو حسد الجن، وتقدر ترجع لها في كتب السنن. فلازم أنك أنت تستمع للرقية الشرعية، كذلك تساقط الشعر حاول أنك أنت تسمع الرقية الشرعية، لعل أن يكون اللي موجود ده بسبب عين أو حسد من الجن، وربنا سبحانه وتعالى يشفيكم منه. لو عجبكم المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتدوس على زر الجرس اللي جنب الاشتراك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام، وما تنساش تشارك المقطع ده لاصحابك فتدل على الخير كفاعله. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد.